هذا البيتكوين ايش تلاحظ فيه ارتفاع سعري؟ هذا التوتال 1، هذا التوتال 2، وهذا التوتال 3. توتال 1 هو رأس مال السوق بالكامل، توتال 2 رأس مال السوق ما عدا البيتكوين، توتال 3 رأس مال السوق ما عدا البيتكوين والإيثيريوم. خلينا نربط التوتال 1 و2 و3 مع الـ 200 day moving average أو مع المعدل هذا علشان نقدر نقارنهم باستعمال النسبية. رأس مال السوق لو تلاحظ مرتفع عن هذا المعدل بشكل جدا كبير. رأس مال السوق باستثناء البيتكوين تلاحظ قاعد يعافر ويعاني مع هذا المعدل. رأس مال السوق باستثناء البيتكوين والإيثيريوم بعيد كل البعد عن هذا المعدل. هذه الثلاثة شارتات زائدا ارتفاع البيتكوين ايش تقول لك؟ تقول ان ما يحصل في البيتكوين ليس بضخ سيولة جديدة كما يعتقد الكثيرين، ليست أموال مؤسسية أو أموال بنوك ضخمة كما يعتقد الكثيرين. هذا الضخ هو ما هو إلا إعادة لتدوير رأس مال السوق، بمعنى الفلوس اللي في العملات البديلة ترجع تدخل في البيتكوين مرة أخرى، وأيضا بشكل نسبي في الإيثيريوم. لذلك لو تلاحظ خلال أن العملات البديلة قاعدة تنزف تلاحظ البيتكوين متماسك بشكل جدا كبير، وفي حتى بمبات، وحتى الإيثيريوم متماسك بشكل نسبي. ليش؟ لسببين رئيسية. السبب الأول إدراك الناس أن هذه الفترة من دورة حياة السوق ليست مناسبة للعملات البديلة، وبالتالي خروجهم منها والدخول في البيتكوين. السبب الثاني هو الهايب. كثير من الناس تقول لك بلاك روك، انفيسكو، ويزدوم تري، شركات كثيرة راح تحصل على سلة استثمار فورية للبيتكوين. هذا كله يؤدي إلى تحرك السيولة إلى البيتكوين بالشكل اللي أنت تشوفه الآن. الآن خلينا نتكلم عن التفسير التقني أو التكنيكال. طبعا ما حد يقدر ينكر أنه إحنا كوننا هاير هاي من الهاي اللي حصل هنا عند 31,000، وصلنا إحنا 31,431. هذا هاير هاي، لكن لازلنا نتداول تحت هذه المقاومة 31,000 دولار أمريكي. لذلك البيتكوين الآن عن محك هذه المقاومة، هذه الصفرة اللي هنا هو محك ومفصل للبيتكوين والسوق بشكل كامل. في حال فشل البيتكوين في اختراق هذه المقاومة والتداول فوقها، فمناطق الهبوط والتصحيح تمتد من مرحلة 29,000 إلى 28,000 دولار أمريكي. بعد ذلك بناء على السلوك اللي يحصل عند الوصول لهذه المناطق نقدر نحدد هل الهبوط بقية ولا في ارتفاع جاي. لكن لو نجح البيتكوين في التداول فوق هذا المحك أو المفصل، فنعم هنالك أرقام مرتفعة قادمة، 32,000 نحدد حينها لأرقام أخرى. لكن زي ما ذكرت في الحلقة السابقة، صعود البيتكوين لمناطق فوق هذه المقاومة غير صحي ما لم يوجد سبب يفسر التقييم السعري لهذا الأصل في هذه المرحلة من السوق. ما في سبب معناته هذا السلوك غير صحي، والسلوك الغير صحي يؤدي إلى تصحيح شرس جدا. فهذا يعتبر من الأمور المخيفة إن فعلا حصل البمب واجتزنا هذه المقاومات وتداولنا فوقها ولا يوجد سبب يفسر هذا الاجتياز. إذا أنت تشاهد قناتي أو تشوفني الأول مرة، أول شيء حياك الله، وممكن لو سمعت كلامي الأول مرة تعتقد أني أنت بيتكوين أو ضد البيتكوين، وهذا الكلام خاطئ. يمكن أكثر واحد تشوفه في السوشيال ميديا يحب البيتكوين هو أنا لو عندي ولد ممكن أسميه بيتكوين. وكوني أنه عندي ملاحظات وسلبي على البيتكوين على المدى القصير لا يعني أني غير إيجابي على المدى الطويل للبيتكوين. أعتقد البيتكوين وكثير من العملات الرقمية ستؤدي أداء جدا خرافي خلال الدورة القادمة، لكن على المدى القصير توجد ملاحظات. ولما أجي أقول لك أنه في أرقام سفلية وفي احتمالية واردة أكيد وليست إلزامية 100% لأرقام سفلية، هذا لا يعني أني ما أبغى الخير للناس أو ما أبغى الخير لنفسي، لا بالعكس. هدفي ورغبتي بهبوط البيتكوين، مع أنه الأسواق ما تمشي برغبة، هو الاستزادة من البيتكوين. لأنه أنت لو تتابعني من أول تعرف أنه إحنا دخلنا بجزء من السيولة، فبالتالي حتى لو حصل ارتفاع هذا شيء جدا جيد، وخلينا جزء للطوارئ غرض الاستزادة. عشان لا أدوي شروصكم بشكل جدا كبير، خليني أتكلم عن ثلاث تواريخ مهمة. شايف المنطقة الزمنية هذه من 28 جون إلى 30 جون منطقة جدا مهمة. لما أجي أحدد لك مناطق زمنية يعني حول هذه المناطق، يعني مو شرط يوم 28 29 و30، لا، ممكن تحصل في هذه الأيام، ممكن تحصل حولها بالقرب من هذه الأيام. هذه المناطق جدا مهمة، وأعتقد أنه ستكون هنالك حركة قوية على البيتكوين خلال أو حول هذه الأيام بأمر الله تعالى.
ليش يا سعد؟ لأنه عندنا ثلاثة أحداث مهمة تحدث في ثلاثة أيام متتالية وراء بعض من دون أي راحة. واحد، يوم 28 راح يكون في حديث لجيروم باول الرئيس الفيدرالي. يوم 29 راح يكون الإعلان عن الجي تي بي وهو أحد القياسات اللي نستعملها لتقييم الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. يوم 30 عندنا الإعلان عن البي سي إي وهو أحد القياسات اللي نستعملها لقياس التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. أيام جدا مهمة وراء بعض من دون راحة، توقع حركة قوية حول هذه الأيام بأمر الله تعالى، وانضبط وضبط أمورك ووضعك فيها. طبعا هذا التحديث اللي كان عندي لليوم. لا تنسى أنه ما في حاجة خارجة عن الاعتياد زي مثلا التداول فوق هذا المحك، لازلنا تحت هذا المحك وهذا المفصل، ولكن تقديرا مني لمتابعتكم الكريمة، وأني فعلا أن عد قنواتي والناس اللي موجودة فيها هم عائلة رقمية بسيطة على قد حالنا، لكن إن شاء الله في يوم من الأيام نكون عائلة جدا كبيرة بأمر الله تعالى. فلتقديري لمتابعتكم ولوقتكم الثمين، حبيت أني أحدث مهما كان الوضع ومهما كانت السيناريوهات زي ما احنا متعودين في الحلوة والمرة مع بعض بأمر الله تعالى. طبعا الحلقة الجاية راح تكون يوم الخميس بأمر الله تعالى على اليوتيوب، فمن اليوم إلى يوم الخميس راح يكون في أحداث جدا كثيرة، ومن ضمنها أحد التواريخ اللي ذكرناها هذه. فإذا حصل أي أكشن بشكل جدا واضح وحرج راح حدثوا على قناة تليجرام العامة، راح تلاقي رابطها مثبت في أول تعليق أسفل هذا الفيديو. انتبه من المحتالين والنصابين اللي ممكن يضيفوك وخلوك تعتقد إنهم هم أنا علشان يعرضوا عليك عروض مغرية تتواصل معاهم، ينصبوا عليك سولك بلوك. حساباتي راح تلاقيها في صندوق الوصف، لا تبحث بشكل يدوي. أي قناة تشوفها تأكد من صندوق الوصف بالنقر على الروابط الموجودة في صندوق الوصف. وبكذا وصلنا نهاية حلقة اليوم. لا تنسونا أن أول دين بدعاكم. أكثر من صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.